معي نساء وأطفال قسمتهم قسمين، قمت بالطواف معهم ومعي بعض الأولاد أولا. نعم. يقول قمت بالطواف ومعي بعض الأولاد ثم رجعت لأطوف بالباقي، هل يجوز لي أن أطوف بالباقي قبل أن أسعى لنفسي؟ لا بأس بذلك، يكون الطواف الثاني بالنسبة لك سنة، طواف سنة، والطواف الأول هو طواف العمرة، الطواف الثاني طواف سنة، ويجوز قبل السعي، لا بأس. نعم.